انطلاق المعرض الوطني للكتاب التاريخي الذي يحتضنه هذا الصرح المتحف الوطني للمجاهد، والمقام خلال هذه الفترة بالتنسيق بين قطاع الوزاري والمنظمة الوطنية لناشري الكتب، والذي نتمنى أن يبلغ المرامي المرجوة من ورائه ومن وراء إقامته، لا سيما تشجيع صناعة ونشر الكتاب التاريخي. هذا المعرض الذي تم تدشينه من طرف السيد الوزير اليوم 23 أكتوبر سيستمر إن شاء الله تعالى إلى غاية يوم 5 نوفمبر من سنة 2021، ولذلك ندعو جميع فئات المجتمع وزوار المتحف إلى أن يزوروا هذا المعرض.